أكاديمية سباير، حيث المعرفة تطبق على كل الصعد من العلم المدرسي والعلم الرياضي. تتوج المعرفة أيضاً بالأخلاق العالية، فالروح الرياضية يجب أن تسمو إلى الأعلى ليصبح العلم مقروناً بالأخلاق. والدين الإسلامي هو السمة الأعلى للأخلاق، حين خاطب الرحمن عز وجل رسوله الأكرم عليه الصلاة والسلام معرفاً به بسم الله الرحمن الرحيم وأنك لعلى خلق عظيم. من هنا تولي أكاديمية سباير اهتمامها الأكبر للأخلاق الإسلامية لكي تبني لاعبين متميزين بكل المعايير. وفي هذا الباب كانت زيارة للداعية الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العريفي إلى أكاديمية سباير ليحاضر في طلاب الأكاديمية. هو بلا شك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتدون بين الغرضين، يعني يحدد لهم موقعين يشتدون بينهما، يعني يتسابقون بينهما. كذلك هو عليه الصلاة والسلام تسابق مع عائشة، فقد كان راجعا مرة من خارج المدينة فقال لعائشة تسابقيني، ثم نزلت من على دابتها ونزل هو عليه الصلاة والسلام وتسابق. ولما رأى الحبشة في المسجد، يعني قوم من الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، سر بذلك لأن حركة أيضا رياضية وفيها شيء من تحريك الجسم. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، عن زماننا، قال ويكثر فيهم السمن، يعني يكثر فيهم الشحم واللحم وغير ذلك، دليل على أنهم يقل عندهم أيضا الحركة وممارسة الرياضة وأيضا التوسع في الطعام والشراب وغير ذلك. فالإسلام حرص على الرياضة، على أن يكون المرء يعني سريعا في مشيته، ظاهر العافية فيها والحركة. بل هو عليه الصلاة والسلام أيضا تصارع مع رجل اسمه ركانة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، وأيضا غير ذلك من الأدلة. بل أيضا سابق بناقته عليه الصلاة والسلام جملا لرجل فتسابق. فكان عليه الصلاة والسلام أنواعا من هذه الأمور يفعلها بطبيعة حياتهم ويحث عليه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يعتني حقيقة برياضته، بأي نوع من أنواع الرياضة التي يجد فيها نفسه ويرتاح إليها، سواء من اللعب بالكرة أو السباحة أو الرماية أو ركوب الخيل أو غير ذلك. زيارة العريفي تخللها الاطلاع على مرافق الأكاديمية ولقاء خاص لإنسايد سباير ماجازين. حقيقة أنا كنت أسمع بهذا الموقع وبهذه الأكاديمية، وتشرفت اليوم بزيارتها والالتقاء بطلابها الذين يعدون بأنواع الإعداد سواء الرياضي أو الفكري وغير ذلك. سرني حقيقة هذه التهيئة الكبيرة التي رأيتها، أيضا سرني العناية مع الإضافة إلى الأمور الرياضية والبدنية، كذلك اعتناء الإخوة الكرام بالأخلاقيات وأمور الصلاة وأمور المعرفة عند الطالب. وهذا يعني يدعوني حقيقة أن نتمنى أن يكثر العدد أكثر، وأسأل الله أن يوفقهم. بلا شك أن وجود أيضا المجال الداخلي للطلاب وهذا العناية المستمرة طوال أيام الأسبوع، هذا يزيد أيضا في ضبط الطالب عن أن يتلقى مبادئ ربما أخرى أو في الطريق أو نحو ذلك، وأسأل الله لهم التوفيق. والله أنا التقيت بأبنائي قبل قليل وجزاهم الله خير، سرني حسن إنصاتهم وسرني أدبهم، وأوصيهم حقيقة أن هذه الأكاديمية يعني صنعت لهم وهيئت لها يعني كثير من الأمور التي تخدمهم، سواء من أمور مالية أو نفقات أو يعني رجال متميزين جيء بهم من عدة بلدان لأجلكم أنتم. حرص الابن الذي موجود فيها على أن يستفيد من هذه الأمور، على أن يحافظ أيضا على المكان الذي هو فيه، على أن يكون جادا في دراسته وفي ما يتدرب عليه، بإذن الله هذا يحقق إن شاء الله تعالى له يعني المرجو منها. أسأل الله أن يوفق الجميع الكلي.